برنامج صناع التاريخ. في التاريخ رجال كرام حازوا في المجد أرقى وسام، ما ضيعوا أوقاتهم سدى، فكانوا أعلام هدى. صناع التاريخ برنامج يعرض لكم القصص المشرقة والمواقف المضيئة لأعلام الأمة خلال 200 سنة الأخيرة. صناع التاريخ برنامج تقدمه لكم آثار للأعمال التاريخية، ويصحبكم فيه الباحث في التاريخ عبد العزيز العويد. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في هذا اللقاء المتجدد والذي نعيش وإياكم فيه في رحاب تلك المواقف لصناع التاريخ الذين بذلوا مهجهم في سبيل الحصول على العلم ونشره. وكان من جملة تلك المواقف ما نحن بصدده في ذكر مواقف بعض القضاة الذين لهم شأن في القضاء والحرص على أن يكونوا نافعين فيه ورعين، فتورعوا عن كل ما يشينهم حتى جمل الله حياتهم وماتوا على خير حال في محل ثناء الناس، والناس الصالحون شهداء الله في أرضه. من أولئك إخواني أخواتي الشيخ عبد العزيز بن يحيى بن عبد الله اليحيى رحمه الله، الذي ولد في الهفوف في مدينة الأحساء في سنة 1347 من الهجرة، حفظ القرآن صغيرا ودرس على علماء بلده، ورحل إلى الرياض وطلب العلم على الشيخ محمد إبراهيم آل الشيخ، وتولى القضاء في عدة مدن، وعين رئيسا لمحاكم محافظة الأحساء، وكان عالما عاملا شاعرا، توفي سنة 1433 من الهجرة. الشيخ عبد العزيز اليحيى رحمه الله تعالى كان معروفا بصلاح حاله، محبوبا لدى الناس جميعا ومنهم الخصوم. فيقول الشيخ عبد العزيز اليحيى رحمه الله: اختصم لدي رجلان، فأنكر المدعى عليه ما نسب إليه، فأخذت معهما بأطراف الحديث، وبعد برهة سألت المدعى عليه فجأة عما يدعيه خصمه، فما كان منه إلا أن اعترف به عن غير قصد، نسي ثم تلعثم، إلا أنه لم يجد مجالا للتراجع عما أقر به، فاعتذر لإنكاره بالنسيان، فرد الله الحق إلى نصابه، وتمكن المدعي من الحصول على حقه. وهذا ذكاء وفطنة من الشيخ عبد العزيز اليحيى رحمه الله، إذ إنه ترك هذا المدعى عليه المتهم بأخذ مال بغير حق وجحوده، تركه وانشغل بغيره عنه، وفجأة تغافله الشيخ وفاجأه بسؤال حول ما يتعلق بالمال المجحود، فتلعثم الرجل واعترف ثم أنكر، وهكذا. وهذا لا شك أنه من فطنة الشيخ رحمه الله تعالى. مما يذكر أيضا في مواقف بعض القضاة موقف للشيخ محمد بن عمر العمري رحمه الله. وقد ولد الشيخ محمد بن عمر العمري في بريدة في حدود سنة 1235 من الهجرة، وأخذ عن علماء بلده، وعين قاضيا في الخبرة في أوائل القرن الرابع عشر، وعرف رحمه الله بالتقوى والعفة والورع، فكان لا يأخذ المخصص للقاضي ويتركه تعفف وورع. توفي في حدود سنة 1318. جاء في ترجمته رحمه الله أن أمير الخبرة محمد بن سلطان أتى الشيخ محمد بن عمر العمري القاضي بالعادة من التمر والحب الذي يخصص للقاضي مساعدة له على علمه، فرده، إلا أن الأمير فهم خلاف ما قصد الشيخ، فظن أن الشيخ قد تقال المخصص فضاعفها وأتى بها، فقال له الشيخ: إنني لم أردها لأنني متقالها، وإنما لعدم حاجتي إليها، ولكن إذا كان يعجبكم أن أقضي لكم بدون مقابل ولعل ذمتي تبرأ، وإلا فاعفوني. ومرة نفد ملح الطعام من منزله فعلم بذلك، ولما عاد إلى منزله وجد أهله قد طبخوا عشاءهم، فقال لهم: من أين الملح؟ قالوا: من بيت فلان. فأمر بألا يأكلوا منه شيئا وأن يتصدقوا به. وفيما يتعلق
بالتعفف عن المال العام والتنزه والتورع عنه. هنا موقف إخواني أخواتي للشيخ محمد المهدي السنوسي رحمه الله. وقد ولد الشيخ محمد المهدي ابن محمد بن علي السنوسي رحمه الله في الجبل الأخضر في ليبيا في سنة 1260 من الهجرة. ولما بلغ السادسة من عمره أدخله والده المدرسة القرآنية، فأتم حفظ القرآن في السابعة من عمره، وزوجه أبوه وهو ابن 15 عاما، وتولى زعامة الحركة السنوسية بعد وفاة والده، واتصف بصفات القادة الربانيين من العلم والثقة بالله والقدوة الحسنة والصدق والشجاعة. توفي سنة 1320 من الهجرة. وقد كان الشيخ محمد المهدي السنوسي رحمه الله عفيفا يحترز من المال العام، فعلى سبيل المثال وصل إلى الجغبوب حاكم برقة العثماني الفريق رشيد باشا، وحل بطبيعة الحال ضيفا مكرما على الإمام المهدي، فعمل هذا الضيف بالإكرام والاحترام والتقدير، ولم يتناول مع محمد المهدي الطعام إلا مرتين اثنين. ومرد ذلك إلى أن موارد الجغبوب التي ينفق منها كانت من الأوقاف الإسلامية والصدقات والزكاة الشرعية والهبات التي خصصها المتبرعون بها لتنفق على أوجه البر والإحسان، ثم ما احتسب للمشاريع الإصلاحية والإنشاء والتعمير وللإنفاق على المشاريع وعلى طلاب العلم والضيوف وعابر السبيل والمعسرين. وبطبيعة الحال إن دار الضيافة وهي أحد هذه المشاريع هي التي تقوم بإكرام ضيف الجغبوب الكبير، وكان المهدي السنوسي يتحاشى أن يصل إليه شيء من ذلك، وهذا لا يمكنه على ما يظهر أن يتناول الأطعمة التي تعد لرشيد باشا. إزاء هذه الحالة أقام مأدبتين من ماله الخاص لضيف الجغبوب المحترم وتناول معه الطعام. فهذا الحاكم حاكم برقة الفريق رشيد باشا إذا أراد الشيخ محمد المهدي السنوسي أن يضيفه وأن يقوم بواجبه فإنه سيلزم بأن يكون هذا في دار الضيافة، وهي دار وقفية لا يمكن للشيخ السنوسي أن يبالغ فيها وأن يبالغ في كرم حاكم برقة في هذه الدار الوقفية، فلم يقم له بواجب الضيافة إلا مرتين ومن ماله الخاص، كل هذا صيانة لمال الوقف عنه وعن ضيفه. ومن المواقف المتعلقة بالورع أيضا موقف حصل للشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا، وهو والد الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية السابق رحمه الله. وقد ولد الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ في مدينة الرياض سنة 1280 من الهجرة في بيت علم وفضل، وتولى قضاء الرياض في سنة 1319، وكانت له حلقات عامرة في التدريس بأنواع العلوم، وقد عرف بالعلم وكرم الخلق والقوة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. توفي في سنة 1329 من الهجرة. يقول الشيخ محمد إبراهيم عن أبيه الشيخ إبراهيم رحمهم الله، عندما وضعت له أم العشاء في أحد الأيام وكان بعد العصر في ذلك الوقت، فلما بدأ بالأكل إذا بالباب يطرق، فخرج فإذا رسول من الشيوخ، والشيوخ كلمة كانت تطلق في نجد على الملك عبد العزيز كما نسميها نحن اليوم في الكويت وفي بعض بلاد الخليج. هذا الرسول من الملك عبد العزيز يخبره بتكليفه بالقضاء، فقال الشيخ محمد نقلا عن والدته: فدخل البيت مهموما، دخل الشيخ إبراهيم البيت مهموما وترك العشاء وغسل يديه ولم يتناول إلا اليسير، ولحظت عليه في الليل عدم نومه، فلما أصبح سألته عن السبب فأخبرها بأنه ولي القضاء، لأنه كما نعلم كانوا يتورعون عن تولي القضاء، وإن كان الملك وغيره كانوا يلزمون الناس بالقضاء. ولذلك لما كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يولي الناس القضاء كان بعض العلماء يتورع، فقال لهم عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إما أن تعينوني وإلا تركتها. فكان الناس يحاولون ذلك. وقد ذكر عن الشيخ ابن عثيمين على سبيل المثال رحمه الله أنه كان قد بالغ في رجاء الشيخ محمد إبراهيم أن يعفيه من القضاء
حتى أعفي، وكان بعضهم يبكي حتى يعفى من القضاء، لأنهم شباب صغار لكنهم جبلوا على العلم وحب العلم والتورع عن الخوض في خصومات الناس وأنفسهم وأموالهم. مما يذكر أيضا فيما يتعلق بالورع إخواني أخواتي موقف للشيخ علي ابن مقبل العلي رحمه الله. وقد ولد الشيخ علي ابن مقبل العلي في مدينة بريدة في سنة 1241 من الهجرة، وتلقى العلم على علمائها، وكان يشتغل بالتجارة والشراء بالسلم على الطريقة المشروعة. والسلم هو أن يقدم المال وأن يؤخر تسليم العين، فإذا كان أراد أن يشتري بضاعة يدفع المال على سبيل المثال اليوم لهذه البضاعة ويستلم هذه البضاعة، قد تكون البضاعة في الشام أو في مصر أو ما زالت في مركب البحر فتتأخر فتصل بعد أسبوع بعد شهر بعد أكثر أقل، فتأخيرها يسمى سلما ويسمى سلف أيضا عند الفقهاء. فالشيخ علي بن مقبل العلي كان يشتغل أيضا بالسلم على الطريقة المشروعة دون أن يشغله ذلك عن العلم والعبادة، وقد عرف بالعفة والورع والعطف على الفقراء والمساكين. توفي في سنة 1334 من الهجرة. وقد جاء في ترجمته قال ابنه عبد الله: ذهبت مع والدي مرة نريد البدائع قريبة في القصيم، فلما خرجنا من بريدة بعد صلاة الصبح أخرج لي تمرات من جيبه وقال كلها، كان يمشيان راجلين، وقال كلها فأكلتها، ثم أخرج لنفسه مثلها من التمرات فأكلها. وكان رحمه الله سيمر ببعض من يتعامل معهم بالدين أو القرض ولا يريد أن يطعم عندهم حتى لا يجعل من قرضه لهؤلاء الناس سببا في أن يأكل عندهم فيقربونه تقربا إليه، ولا يريد أن يطعم عندهم ويتحاشى الكذب بأن يقول قد طعمنا، يعني إذا جاءه رجل وقال له تفضل تغدى تعشى أفطر يقول أكلنا، وهو فعلا قد أكل تمرات وإن كانت يسيرة لكنها لتورعه عن أن يأكل ممن أسلفهم شيئا. يقول ابنه وهو يتحاشى الكذب بأن يقول قد طعمنا وهو لم يطعم، فطعم هذه التمرات وأطعم ابنه مثلها بعدا عن الكذب عندما يعتذر عن أكل طعام الناس. وقصده بذلك رحمه الله الورع والتعفف والبعد عن شبهة جر المنفعة في الدين والقرض لعملائه. قال ابنه عبد الله: فمررنا بأحد المزارعين وطلب من الوالد أن يطعم عنده فرفض وقال قد أكلنا، ثم مررنا بقرية أخرى فطلب منه صاحبه مثل الأول فقال قد أكلنا. رحم الله الشيخ علي بن مقبل العلي وسائر علماء المسلمين وحفظ أحياءهم. نكتفي بهذا القدر، وللحديث بقية استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. قدمت لكم آثار للأعمال التاريخية، برنامج صناع التاريخ للباحث في التاريخ عبد العزيز العويد.